وسهلا بكم وياكم رياض مجيد من قناة إراكي جيك. واليوم بهذا الفيديو عندنا ساوند بار ثقيل. الثقيل يعني ثقيل، وهذا الساوند بار ثقيل بالوزن لأن يجي 13 كيلو، وثقيل بالمواصفات، وثقيل بالسعر. والمواصفات اللي عندنا هنا عندنا كل التقنيات الصوتية، يعني المحبين الصوتيات عندك كل شيء اللي تتمناه موجود بهذا الساوند بار. دولبي أتموس، DTS:X، 360 رياليتي اوديو، وعندنا ايضا الهايرس اوديو 8K HDR 4K 120 فريم، وعندنا يدعم كل المنافذ HDMI 2.1 الاي ارك، وايضا يدعم الايربلاي 2 من ابل، وايضا يدعم المساعد الصوتي من اليكسا واوكي جوجل. يعني مثلا عندنا جوجل خلاص اليكسا ستوب، شو احنا عند جوجل. هاي المواصفات اللي سمعتوها كلها تجي بهذا الساوند بار من سوني اللي هو الاي 7000، يجي ب 500 واط. اذا تريد نفس هذا المنتج ونفس المواصفات، اذا تريد نفس هاي المواصفات اكو نفس المنتج اللي هو الاي 5000، يجي ب 350 واط، فنفس المواصفات بالضبط بس الواطية اقل واصغر حجم. واكو ايضا الاي 3000 اللي اقل من هاي المواصفات بهواية. فهنا عندنا اعلى شيء، خلينا نسوي انبوكسينج على السريع، نشوف شكو بداخل العلبه ونحكي لكم بنفس الوقت شنو اللي يقدم لنا هذا الساوند بار. جدا متحمس لهذا الساوند بار. هذا الساوند بار مختلف، يعني ما يجي وياه سبوفر، تقدر تسوي له ابجريد بالمستقبل، تضيف له سبوفر، تضيف له سماعات زياده من سوني، لكن تقدر تشتري بوحده بدون سبوفر. انا اتصور الكيبلات، الشغلات، الريموت، عندنا ال HDMI 2.1 ريموت كنترول، كيبل الكهرباء وكيبل الميني جاك، عندنا حدايد على مود نعلقه بالحائط، وكتيبات. لا شنو هاي سوني شنو الموضوع؟ شو اسوي بهن ذني كلهم؟ وانا اقول ليش ثقيل. عندنا ايضا كتيبات، ايش دعوه سوني كل هالكتيبات؟ هسه خلينا نطلع الساوند بار من مكانه. يا الله اوف، كان وقعته. انا احب افتح المنتج بدون ما اخرب البلاستيك مالته وكل شيء، افتح هيك على كيف. جماليه، شنو هالجماليه؟ عندنا كانما بمرايه. واو اوف، بصراحة ثقيل كلش. هذا المنتج من الأمام مثل ما تشوفون عندنا سماعات هنا تبين كلها، عندنا تقريبا 11 سماعة بالضبط، زائد السبوفر اللي موجود، 2 سبوفر والتيوتر كلها موجودة بالساوند بار، لذلك ما تحتاج سبوفر بصفة. لكن إذا تريد تسوي أبجريد تقدر تشتري سبوفر وتكنكه عن طريق الواي فاي بطريقة كل سهلة، الجهاز يتعرف على السبوفر بكل بساطة، وسماعات أيضا زيادة إذا تريد تخليها من الخلف، على مود تقدر تسوي الأوديو رياليتي أو الأوديو سبيشل يسموه. لكن المنتج بوحده أيضا بدولبي أتموس، يعني راح يكون عندك الصوت المحيطي بدون ما تضيف السبوفر أو السماعات الخارجية. هذا اللي يحب يسوي أبجريد. من الجوانب منا ومننا أنا طبعا عندنا هذا المدخلين على مود يطلع الهواء، يعني بداخله سبوفر مثل ما قلت لكم، فالبيس كلش قوي، فهذه تطلع هواء منا ومنا. عندنا مدخلين HDMI وعندنا مدخل USB على مود تقدر تكنك USB اذا عندك اغاني او اي شيء داخل USB، وعندنا ايضا المدخل مال ميني جاك، ما اعرف من يستخدمه هذا الميني جاك لكن موجود. المهم خلينا نجيب التلفزيون ونسوي التجربه مال هذا الوحش. ركبنا الساوند بار هسه على التلفزيون، ومثل ما نشوف عندنا واجهه نقدر نشوفها مال اعدادات مال ساوند بار، وهذا الساوند بار الوحيد بالسوق اللي يقدر ينقل لك صوره الواجهه المنيو مالتك اللي تقدر تتحكم به عن طريق الريموت مالته. فكل الساوند بار الموجود بالسوق عندك شاشه صغيره، رغم انه بي شاشه صغيره هنا، انا ما اعرف اذا تشوفوها LCD تشوفنا اذا كان هوم HDMI 1 HDMI 2، ايضا نقدر نتحكم عن طريق الشاشه مال التلفزيون مالتنا، لان راح ينقل لنا الصوره ايضا يشوفنا المنيو على التلفزيون. ف
فنروح على الاعدادات. فبالاعدادات نقدر نسوي اوبتمايز السراوند ساوند مثل ما تشوفون هنا، يقرا الغرفه مالتنا او الصاله مالتنا ويشوف ايش قد مساحتها، لان بداخل الساوند بار اكو مايكروفون يقدر يقرا حجم الغرفه او القطعه اللي انت قاعد او عايش بها. فخلي نجرب سوا. اللي سواه الساوند بار هسه سوى قراءة أو مسح أو سكانر نقدر نقول الحجم الغرفة عن طريق المايكروفون على مود يوزع الصوت ويسوي سراوند ساوند بطريقة صحيحة. الواجهة مال الساوند بار كالآتي: عندنا الواجهة الأولى اللي هي الواتش، عندك التي في، الـ HDMI 1، HDMI 2، ذني الـ HDMI 1، HDMI 2، هن الـ N اللي تدخل عليها مداخل، مثلا عندك جهاز بلاي ستيشن كل شيء يدخل بالـ HDMI 1 أو الـ HDMI 2. وعندك HDMI out اللي يطلع يروح على التلفزيون. والشيء الثاني وراها عندنا مباشرة الليستن اللي نقدر نسمع بها موسيقى، عندنا بلوتوث USB إذا تدخل بها USB analog jack تحول موسيقى، سبوتيفاي تقدر تكنك عليها، وعندك كروم كاست أيضا، ذني سبوتيفاي وكروم كاست اثنيناتهم بلتن إن داخل الجهاز تقدر تكنك عن طريق حسابك سبوتيفاي وكروم كاست، وعندنا أليكسا و 360 رياليتي اوديو هنا جوا تسمع الرياليتي اوديو بلاي ديمو هنا. الصوت جدا واضح ودقيق، دقيق جدا الدرجة. خلينا نشوف بالاخير ايش عندنا. السيتاب عندنا بالاخير انك تقدر الاعدادات، اخر شيء عندنا الاعدادات الايزي سيت اب اللي تقدر تسوي الايزي سيت اب مالتك، النتورك وكل شيء هنا، الايزي ساوند اللي سويناها قبل شويه، الاعدادات مال الصوت مال الغرفه مالتنا، فهذه جربناها. المهم خلينا نروح نشوف تجربه الصوت مال ساوند بار. عندنا ال HDMI ان 1 اللي هو الابل تي في اللي دخلته اني مباشره، ما اعرف اذا راح يشتغل او لا. يشتغل عندنا الابل تي في، اي فاشتغل عندنا الابل تي في هسه مباشرة، عندنا الدولبي فيجن تفعلت فعندنا الصورة دولبي فيجن مباشرة. اي جهاز عندك اذا كان ابل تي في، بلاي ستيشن، بلوراي، عندك بلوراي ديسك تركب عليه مباشرة. خلينا نشغل محتوى نشوف شلون يكون الصوت. هذا الصوت هسه جاي راسا من الساوند بار. ها بنتي تفرجي افاتار، تفرجي افاتار. اكو شيء بالريموت كنترول سوني ضايفه لنا اياه اللي هو اميرسيف اي اي، بس نضغط عليه راح يتفعل، راح يحسن لنا من تجربه الصوت. هذا تفعله اذا كان المحتوى مالتك لا يدعم الدولبي اتموس ولا دي تي اس اس دي تي اس اكس، فاتفعل هذا النظام على مود يحسن لك من تجربه الصوت، يحول لك يا اوديو رياليتي عن طريق الذكاء الاصطناعي اتصور. لكن اذا عندك المحتوى مالتك ينقل الدولبي اتموس او دي تي اس اس اكس ما انصح تفعله. المهم هسه خلينا نجرب تجربه الالعاب ويا هذا الساوند بار، نركب بلاي ستيشن مالتنا مباشره. بعد ما شغلنا البلاي ستيشن واجب التنبيه طبعا اذا ركبت البلاي ستيشن فعندنا ال VRR وال ALLM ما راح يتفعلان مباشرة لأن ما يدعم هذا الشيء مع الأسف. خلينا نشغل أي لعبة نشوف تجربة الصورة، هل ينقل لنا الصورة مثل ما نشوفها احنا؟ لأن احنا صار عندنا هسه مدخلين الإشارة مباشرة على الساوند بار ومن الساوند بار طار على التلفزيون. راح يعطينا ال 120 فريم وهاي الأمور الأخرى. أوكي كلش حلو، عندنا بالإعدادات ال VRR تفعل، ال ALLM تفعل، وال HDR مفعل، وال119 فريم عندنا مفعله لان شغلنا لعبه تدعم ال119 فريم، كل شيء حلو مفعل. ومثل ما نشوف عدد القنوات الشانل اللي طالعه من الساوند بار 7.1 هنا مفعله عندنا، لان هو مضخم صوت مربوط على البلاي ستيشن او البلاي ستيشن مربوط عليه ويطلع لنا 7.1 شانل، وهذا الشيء جدا جيد، كل شيء عندنا مفعل. فخلنا نرجع نسوي تجربه اللعبه هسه. يا اخي ما انا اشتغل عليه حاجه، انت عاوزنا تعرف انت عايز تتفرج؟
طريقة واحدة عشان تعرفني. واو ابلع. نستمتع بتجربة الصوت. طبعا انا لحد هسه 50%. هسه انا 60% من الصوت. أول شيء اللي ما حبيته بيه إن الجامة الموجودة هنا هي حلوة وجميلة جدا، لكن تبصم هواية من تخلي إيدك عليها تترك بصمات هواية. وثاني شيء إذا مثل حالتي أنا، إذا التلفزيون قريب على الساوند بار لحصل انعكاسات الصورة على الجامة هذه، وهذا الشيء مو كلش حلو. طبعا ما حبيته هذا الشيء، كانوا يقدرون يخلوها غير شيء. مثلا تجربة الصوت والأغاني بهذا الساوند بار ما راح يعطيك أفضل شيء. أي نعم إنه هو ساوند بار هوم سينما للسينما أكثر، لكن كنت أفضل تكون جودته أفضل. بهالميزات وبهالمواصفات كان لازم يعطيك جودة أفضل. أي نعم تقدر تسوي عليه أوبجريد، تطور عليه، تضيف عليه سبوفر، سوني تسمح لك بهذا الشيء بطريقة كلش سهلة، وسماعات أخرى صغار يعني على حدة تقدر تطور من عنده، ممكن تعطيك التجربة أفضل، لكن هذا راح يكون على حساب السعر، لأن إحنا نعرف إن إيش قد ما تضيف إيش قد ما راح تدفع أكثر، لأن إحنا ده نحكي عن هذا الساوند بار بوحده سعره بوقت الإطلاق قبل سنة تقريبا $1,400، وهذا السعر مو جدا رخيص. هسه صار أرخص تقريبا تلقيه ب 900 ألف 1100 حسب البلد. أنا دورت شوية، فحسب البلد راح تلقاه بهذا السعر $1,100 بعد سنة من الإصدار. تخيل اذا تضيف سبوفر، السبوفر بوحده سعره $500، وبهالسعر وبهيج مواصفات تقدر تحصل بصراحه ساوند بار $1,000 كامل متكامل. افضل نظام سيستم ممكن يكون من سامسونج، ال جي او سونوس، نظام كامل من سونوس تحصله $1,200. شنو اللي يميز هذا الساوند بار عن البقيه؟ لان بداخله يجي سبوفر، يعني ما تحتاج انت سبوفر تخليه على صفحه بالقاع مثلا ويزعج الجيران ويزعج الناس اذا انت ما ساكن بوحدك، ساكن ببنايه. فاللي يميز هذا السامبوار كل شيء يجي بداخله، ما تحتاج تضيف سبوفر، فكله كامل مكمل. يجي الجهاز هو بوحده ويعطيك ميزات وصوت جدا قوي. هواية ميزات وهواية تفاصيل عن هذا السامبوار اذا احكي عنها رايد لي فيديو تقريبا ساعة ما خلصه، لان اكو ناس اختصاصيين يحكون بامور السامبوار يسوون فيديوهات عن هاي السوالف، يطولون ساعة 40 دقيقة يحجون فقط عن هذا الساوند بار. فأنا اختصرت لكم إياها على مود ليش صار الفيديو طويل، وحبيت أشارككم التجربة مع هذا الساوند بار. أتمنى عجبكم الفيديو، ويا ريت تشتركون بالقناة إذا ما مشتركين. أشوفكم بالفيديوهات القادمة، في أمان الله.